السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المعد لكم من طرف الجزائرية للأجهزة المفتوحة المصدر، والذي سيكون تكملة الفيديوهات المخصصة لمشروع جهاز تتبع عبر GPS. وكما وعدناكم في الفيديوهات السابقة، فإننا سنفصل في هذا الفيديو برنامج الأردوينو الذي استعملناه على بطاقة أردوينو أونو. لكي لا نطيل الكلام فلنبدأ بمعاينة البرنامج، حيث يبدأ البرنامج بتعيين نوع الشريحة المستعملة للاتصال مع شبكة GPRS، ألا وهي سيم 900. إذ كنتم تستعملون جهازا آخر أو شريحة أخرى للتواصل مع شبكة GSM GPRS، عليكم العودة إلى تعليمات استعمال مكتبة تيني GSM لكي تجدوا كيف يمكنكم تعريفها للبرنامج. يجب علينا الآن التعريف بكافة المكتبات التي سوف نستعملها في البرنامج. نقوم أيضا بوضع بعض التعليمات للبري بروسيسور كسرعة تدفق المعلومات بين جهاز GPS والأردوينو، وكذا ذرع GPS والأردوينو، إضافة إلى مواقع الوصل بين الأردوينو والتجهيزات الأخرى GPS وGPRS. نعرف بالمثلاء عن الفئات التي سنستعملها لتسهيل البرمجة. نعلن عن المتغيرات التي ستتلقى المعلومات الخاصة بموقع الجهاز. لدينا أيضا جدول الحروف داتا الذي سيستعمل لبث المعلومات إلى الوسيط عبر البروتوكول MQTT. بما أننا نستعمل شبكة الهاتف النقال لنشر وبث معلوماتنا، يجب علينا إعطاء المعلومات الخاصة بضمان الصلة مع الشبكة. للحصول على هذه المعلومات يجب عليكم التقرب من شركة الاتصالات التي ستستعملون شبكتها. وأخيرا نعرف بعنوان الوسيط الذي سوف نستعمله. داخل الدالة Setup نقوم بتشغيل الاتصال بين جهاز GPS والأردوينو، وكذا ذرع GPRS والأردوينو. ثم نقوم بتفعيل الصلة مع شبكة الاتصال اللاسلكي. متبوعة بتفعيل الصلة مع شبكة الانترنت عبر GPRS. وأخيرا نجهز للاتصال بالوسيط. الشيء الأهم داخل الدالة Loop هو استعمالنا للطريقة Listen التي تسمح لنا باختيار مع من تتصل بطاقات الأردوينو، وهذا لسبب وجيه، هو أن بطاقة الأردوينو Uno تحتوي على منفذ USB 1، لذا فعلينا استعمال منافذ مبرمجة أو Software Serial للتواصل مع المكونات الأخرى للجهاز، أي GPS وGPRS. ولكن الأونو لا تستطيع استقبال المعلومات إلا من مصدر واحد على حدة، فلذلك علينا بإخبارها من أين عليها انتظار المعلومات أو التواصل. فنقوم أولا بالاستماع إلى المعلومات القادمة من جهاز GPS. ثم نقوم بنقلها إلى الوسيط باستعمال الدالة Pub GPS Info. بالنسبة لهذه الأخيرة، أي الدالة Pub GPS Info، فهي تقوم بتحويل المعلومات المتحصل عليها من GPS إلى جداول تحتوي على حروف، ثم نجمعها داخل الجدول Data
قبل إرسالها إلى الوسيط. لم يبقى في برنامجنا إلا دالتين، الأولى هي Reconnect التي تحدثنا عنها في الفيديو الذي خصصناه للبروتوكول MQTT، والتي مهمتها هي إعادة الاتصال بالوسيط في حالة الانقطاع، والثانية هي Smart Delay، وهي مأخوذة كما هي من أحد أمثلة استعمال المكتبة TinyGPS++، والتي تقوم بقراءة المعلومات من جهاز GPS كل 3 ثواني. على حسابنا في الجيت هاب، الرابط تجدونه في وصف هذه الفيديو، سوف تجدون برنامجين. الأول هو تراكر GPS MQTT، وهو البرنامج الذي رأيناه في هذا الفيديو. أما البرنامج الثاني فهو تراكر GPS MQTT Debug، الذي يسمح لكم بالتحصل على معلومات أكثر عن عمل البرنامج، ذلك باستعمال سيريال مونيتور في برنامج الأردوينو وبوصل بطاقة الأردوينو مع الحاسوب. هذا كل ما لدينا لحد الآن. إننا في انتظار تعليقاتكم حول هذا المشروع، سواء بترك تعليقات على القناة في اليوتيوب أو عبر التواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الأخير أقول لكم نيابة عن كل الفريق، سلام.